ربنا يخليك، برحب بيك يا ساره، وارحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبيتي طبعا ومكاني. واتشرف ان انا واحد من الاعلاميين اللي طلعت من قناه النادي الاهلي، واتشرف ان انا ابقى موجود معاكي. ببارك لك لاول مره اخش معاكي على الهواء، فبقول لك الف مبروك وجود قناه انت مكسب، وان شاء الله تكسري الدنيا زي ما انت مكسراها دايما في كل حته. ربنا يخليك يا كابتن عمر، وده شرف لينا ان انت معانا ودايما بتنور بيتك زي ما انت قلت، انت في بيتك فعلا يا كابتن. حابه اعرف منك يا كابتن عمر تعليقك يعني الحقيقه على اللي طلعت بيه لجنه تقصي الحقائق، وهو ادانه الجهاز الفني، وانت اكيد طبعا تواصلت مع كابتن ربيع ياسين بعد صدور القرار ده. بص يا ساره، انا هتكلم كلام وانت مفيش دعوه بيه خالص، انا اللي مسؤول عن الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. تمام. بص يا ساره، اولا بيعملوا لجنه تقصي حقائق في مشكله منتخب الشباب ليه علاقه بيها، وهم بيحققوا في ازمه منتخب الشباب. طب ما يحققوا في صفر المونديال، ولا يحققوا في صفيحه 2019 واللي خرجنا بيها قدام جنوب افريقيا في دور 16 على ملعبنا، وان الدوله اقالت كل اتحاد الكوره اللي موجود، وبعديها بسنه او بسنتين كلهم رجعوا تاني وبيجهزوا نفسهم ان هم ينزلوا انتخابات، ولا يحققوا في 8 مليون دولار اللي حقوق رعايه منتخب مصر المتبقيه من بطوله امم افريقيا اللي لحد دلوقتي ما رجعتش، ولا حققوا يا ساره في اللائحه اللي عايزين يلغوها واللي عايزين يعدلوها ويعملوا فيها بند تضارب المصالح عشان اللي عنده مشكله ينزل في الانتخابات اللي جايه، او حتى ممكن عارفه يعملوا ايه؟ ممكن يحققوا في موضوع بيراميدز. فاكر موضوع عبد الله السعيد لما فتحوا الاتحاد يوم الجمعه والاستاذ احمد بجاد قال لك ده بيراميدز مش غزل دمياط؟ تمام. وعندهم حاجات كتير ممكن يحققوا فيها، يعني ممكن يحققوا في كل الكلام ده احنا كله بدل كلنا كنا بنطالب يا كابتن عمر انه يكون في فعلا تحقيق في الواقعه دي، لانه احنا نفسنا كنا بنقول انه في مشكله كبيره قوي، ان بعد ما كابتن ربيع ياسين يعني يحضر الفريق ده، وانت اكتر واحد عارف هو عمل مجهود قد ايه مع الفريق ده، احنا كنا بنطالب بالتحقيق ده. بس هو يمكن النتيجه اللي كانت غريبه شويه نتيجه لجنه تقصي الحقائق، فعشان كده انا عايز اعرف منك الكواليس اكتر. هي تصفيه حسابات. انت عندك دلوقتي يا ساره الموضوع ببساطه شديده جدا، راجل ربيع ياسين ده مدير فني لا ليه علاقه باجراءات احترازيه ولا علاقه بحته اداريه، والله اتحاد الكوره سمح ان البعثه تسافر من غير رئيس بعثه، من غير مدير اداري، ومن غير اداري، يعني بنتكلم على ثلاث ضلوع اساسيه من اضلع المنتخب او الفريق انها تبقى موجوده. بصي، مين كان العامين؟ كان على علم اتحاد الكوره، كان على علم مشرف العام على المنتخب، كان على علم المدير التنفيذي، على علم المدير الفني للاتحاد، على علم الدكتور الطبيب كان على علم. وبالمناسبه منتخب مصر كان مسافر يوم 12 يسار، واللي حصل ان دكتور الفريق وطبيب الفريق او طبيب المنتخب كان بيتناقش مع الجهاز الفني في امكانيه السفر بدري قبل البطوله باربع خمس ايام علشان نقدر ان احنا نقنن اوضاعنا في تونس. ده رقم واحد. رقم اثنين، البعثه لما سافرت وراحت من مصر لتونس طلعت بمساحات، والمساحات كلها طلعت سلبيه، واللعيبه اللي طلعت ايجابيه سافروا بعد كده. طيب لما وصلوا تونس من يوم 8 المفروض كان يتم عمل مسحه يوم 10. يوم 10 دكتور طلب ان هو يعملوا مسحه، قال لك ما معناش فلوس، العهده اللي معانا 1000 دولار، تخيلي منتخب طويل عريض زي ما انت ما بتقولي على كلام ان هو طالع من عندهم، قال لك 18 مليون جنيه المنتخب ده متكلف، فتخيلي انت 18 مليون جنيه و1000 دولار يعني 15000 جنيه طالعين عهده منتخب طويل عريض ب 1000 دولار عهده، فما عملوش مسحه يوم 10. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو دلوقتي مين اللي مسؤول عن الاجراءات الاحترازيه يا ساره؟ انت دلوقتي ست بنت متعلمه مثقفه، بكلم واحده انا عارف انا بكلم مين، فانا لما بكلمك اسالك سؤال واضح وقاطع وصريح، مين اللي مسؤول عن الاجراءات الطبيه والاحترازيه؟ اللجنه الطبيه واتحاد الكوره. ومين اللي مسؤول عن الشؤون الاداريه؟ رئيس البعثه طبعا. الله ينور عليك. دلوقتي رئيس البعثه، خدي بقى دي، رئيس البعثه انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي. كابتن ربيع ياسين كان عايز ياخد 30 لعيب معاه. قال له هتعمله ايه؟ دخل، بص انا بحكي لك بالكواليس، دخل جوه على الاتحاد على الجهاز الفني في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الملعب التدريبات، وقال لهم انت هتاخدوا كل العدد ده ليه؟ ما تاخدوا لعيبه اقل. فوصلوا في الاخر الكابتن قال له خد 26، كابتن ربيع قال له خليها 28، وفي الاخر الدكتور جمال قال له لو احتجت الاثنين لعيبه نبقى نجيبهم بعد كده. هو ليه معلش يا كابتن عمر ليه في فصال؟ يعني ليه خد 26 لا 28؟ ليه في فصال؟ عايز يوفر وفي نفس الوقت مش عايز عشان خاطر انت ايه برضه في نفس الوقت الراجل يعني عايز يكون ليه دور في اي حاجه، فانا هبقى موجود، يعني هقول رايي عشان خاطر انا راجل مشرف، لكن انا مش ببقى متواجد غير في الحاجات المهمه، يعني انا مثلا جاي بيوم الماتش ليه؟ عشان ابقى في الصوره وابقى واخد اللقطه واتصيط والناس تقول المشرف العام على المنتخب موجود وكل الكلام اللي انت عارفاه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي ربيع ياسين راجل مدير فني، كلميه في التشكيل، كلميه في التكتيك، كلميه في الامور الفنيه، ولكن اتصرفت دلوقتي القرار اللي متسرب، واحنا بقينا عايشين في بالونات اختبار، اتحاد الكوره مبني كله على بالونات اختبار، وانا السؤال اللي انا بساله
هو احنا دلوقتي هنفضل، انا مثلا عندي 32 سنه، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا في اتحاد الكوره نفس الوشوش هم يعني سبحان الله من فشل لفشل لفشل. ما علينا، خلينا نتكلم في الجزء اللي انا بقول لك عليه. دلوقتي انت مسرب وقايل ان المدير الفني والدكتور هم من يتحمل مسؤوليه الاخفاق، صح كده؟ طيب طالما هو موضوع في الدكتور في حته طبيه، انت بتحمل المدير الفني ليه؟ ولا انت بتصفي مع حسابات علشان في ناس انت مش بتحبها هم اللي كانوا جايبينه؟ وبعدين معلش مع احترامي، انت بتتكلم على ربيع ياسين، ربيع ياسين ده لو اتكلمت على تاريخه هفضل اتكلم من هنا لحد 30 سنه عن تاريخه مش هخلصه، سواء مع المنتخبات او سواء مع النادي الاهلي. لكن الناس اللي هي بتتكلم، مع احترامي لحضراتكم انتوا تاريخكم ايه؟ مع احترامي لحضراتكم ومع احترامي ليكم انتوا تاريخكم ايه؟ انتوا تاريخكم انا ما اعتقدش ان في نجاحات اصلا في تاريخكم. يعني انا 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 اتذكر ان احنا لو عملنا احصائيه ساره لاخر 10 سنين في الكره المصريه هنلاقي ان هي فشل فشل فشل. عارفه في اخر 10 سنين ايه بس الانجازين الاثنين انجاز اللي موجودين؟ بطولتين، واحده عملها ربيع ياسين امم افريقيه 2013 للشباب ودي اخر بطوله، واحده عملها كابتن شوقي غريب في 2019. غير كده بنخرج من البطولات الدور التمهيدي في امم افريقيا للكبار وللصغار وخرجنا على ملعبنا وعملنا 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 حاجات كتير قوي 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 يا ساره. للاسف الناس في مصر بتنسى. يعني انت دلوقتي ممكن الدوله تكون ممشياكي عشان انت عملتي كارثه وعملتي فضيحه، ونفس الناس بيستعدوا علشان خاطر يرجعوا تاني اماكنهم. وزي ما انت اتكلمت في نقطه مهمه، احنا برضو صعدنا كاس عالم ومش دي قضيتنا. يعني صعدنا ساره صعدنا كاس عالم. عملنا ايه في كاس العالم؟ اخذنا صفر وخرجنا. يعني كان فيها برضه يعني انا عارف ان انت دورك، انا بعمل زيك، انا بعمل زيك. الانجاز صعود في حد ذاته اللي هو انجاز ايه؟ يعني الصعود لكاس العالم انجاز في حد ذاته برضه يا كابتن عمر. انت صعدتي كاس عالم صح؟ اخبار اللعيبه اللي كانت بتسجل في اوضه وتبعت البتاع للتلفزيون والناس في الفندق. بص يا كابتن عمر، انت احنا مش عايزين يعني نروح او نتطرق او نشتت الناس لمواضيع ثانيه، احنا عايزين نبقى في موضوعنا وملف طبعا كابتن ربيع ياسين اللي يهمنا كلنا. ما هي الفساد يا ساره، الفساد كل واحد. انت دلوقتي عندك بتشيلي واحد من عارفه ليه؟ عشان هو انت دلوقتي ده انت هو ملوش دلاله. طب انا عايز اعرف، هو رئيس البعثه ما كانش موجود ليه معاهم؟ مش فاضي، يعني هو مش فاضي وعنده حاجات تانية مهمة، فشايف ان هو يعملها ويروح بعد كده يسافر يوم الماتش. هو ده يعني اوقع. وبالمناسبة رئيس البعثة ما كانش مسافر، رئيس بعثة بس ومشرف على المنتخب، كان من ضمن اللجنة اللي ليها علاقة ببطولة أمم أفريقيا للشباب أو ليها علاقة ببطولة شمال أفريقيا للشباب. يعني هو كان مسافر بمنصب. كابتن ربيع ياسين في أي تعليق منه؟ قال لك أي حاجة؟ الوقت المناسب يا ساره يطلع ويتكلم ويقطع كل حاجه، لكن انا بصفتي الاعلاميه انا بتكلم على كل الكلام ده كله، وانا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها. واللي بيشكك في كلمه واحده من اللي انا بقولها يطلع ويواجهني في برنامجي. احنا اكيد هنحاول نتواصل اكيد طبعا مع الاطراف الثانيه علشان ليهم حق الرد طبعا، وان هم يعلقوا اكيد على التقارير دي وعلى كلامك. انا بشكرك جدا انك كنت معايا النهارده، وانا على المستوى الاعلامي يعني طبعا بتابعك يعني، وشكرا جدا كابتن عمر ربيع ياسين. ربنا يخليك يا ساره، شكرا جدا. شكرا ليك طبعا.